Centre Mohamed Hassan Al-Wazani pour la démocratie et le développement humain. مركز محمد حسن الوزاني للديمقراطية والتنمية البشرية. أعطي الكلمة للحضور كما وصف أستاذ دفاعي بشعار النفاق والتأثير السلبي على المجتمع. ونساوش باللي في المغرب الدائرة هذه متفشية في جميع المجالات، حيث كنلاحظوا عبر منصات التواصل الاجتماعي في كل التدخلات والمجالات لا الرياضية تخص ذكر بها كرة القدم، المشاكل الاجتماعية، المشاكل السوسيولوجية، أن الدائرة متفشية بشكل كبير. السؤال ديالي كيف يمكن تصدي للشعبوية بجميع أشكالها؟ وما هو مستقبل المغرب في ظل هذه الشعبوية؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر أولا السادة الأساتذة الكرام. أشكر السادة الأساتذة الكرام السيد عبد العزيز عرقي، السيد محمد شقير، والسيد محمد معروف الدفالي. بكل صراحة استفدنا من خلال يعني هذا عنوان الإيجاب زعماء الشعبوية في المغرب، فلا يخفى علينا أن الشعبوية يعني هي آلية من آلية التواصل السياسي ولها دور كذلك في تغيير القرارات السياسية أو غير ذلك، والتي تلعب دورا في مثلا في الأحزاب السياسية وكذلك دفاع مثلا السياسيين على مواقفهم. كما نرى حاليا في الشعبوية مثلا سواء في فرنسا او في امريكا او في المغرب، يعني كنموذج عبد الاله بكير. سؤالي هو يعني هل يعني الشعبوية يعني هل الشعبوية اكبر من القانون؟ يعني او ان اقول يعني أن بعض الأحيان يأخذ زعيم سياسي أي موقف من المواقف ويتحدث رغم أن نقول حدود مثلا كما يعني تحدث مثلا فرنسا عن يعني المهاجرين أو المسلمين في أوروبا رغم أن وجود قوانين تجرم مثلا العنصرية أو غير ذلك، ولا يوجد من يحكم يعني عليهم أو يتخذ موقف من المواقف التي يعني التي وهذه المواقف تعد جرما مثلا في العلاقات الدوليه الى غير ذلك. وشكرا. لان انا كفاعل نقابي وكفاعل سياسي استحضار الشعبويه الحماويه في السي دي تي كان الشعبويه اللي نقدر نقول الشعبويه كانت سلاح ذو حدين، وفي عصر ذاك العصر كانوا القاده السياسيين كانوا كيملوا المشهد السياسي كما قال الحسن الثاني اللي بقى يدور كرئيس الدولة، ولا حزام عبد الرحيم بوعبيد، بوستا، عليتا، كانوا سياسيين شادين زمام الأمور، والشعباوي اللي كيقوم بالدور ديال التعبئة وديال الجيش والتحرير راه كيدير هذاك الدور لكن تحت مظلة رقابة وسلطة سياسية. اللي حصل أن هنا اللي بغيت نقول ان فوقيت الحرب البارده كان هذا الجانب الايديولوجي كان حاضر، لكن بعد انهيار المعسكر الاشتراكي يعني بدايه التسعينات تبدلت الموجه وتبدل النظام العالمي، والسياسي بحال قلت الايديولوجي بحال رجع للور، ما بقاش هو يعني المتحكم، وهذا هو اللي فتح الباب للشعبويون انهم يوليو يعبثوا بالجوانب التنظيمية والجوانب السياسية وبالأخلاق وبالقيم الديمقراطية وغيرها، عبثوا بها كثير وأعطونا الآن التفاهة اللي كيعيشها المجتمع. طيب أنا الآن فعلا كنقول الكتاب جيد جميل جدا، أنا الآن كنسمع له لأول مرة،
كنت غادي نقرا فعلا وانا من تافيلات من درعا تافيلات من مناطق الجنوب الشرقي بالمغرب اللي محتاجه النقاش في هذا الشيء ومحتاجه يكون نقاش باللغه والخطاب البسيط الشعبي ماشي بالشعباوي الشعبي لكن بالمضمون السياسي ديالو الفكري والثقافي يكون كنتمناو ان تكون فرصه باش نستدعيو الدكتور لان تما يعطي لنا الشعباوي نقطه سؤال واحد واش هاد الان ما يجري في المغرب هاد الاعتقالات وزير في الحبس بعيوي ناصري هادو شعباويين في واحد المستوى راه كاينين شعباويين في واحد المستوى خدموا بهذا الشيء وفسدوا حتى هما ساهموا في الافساد واش هاد الحمله ديال الان اللي كنسمعوا بها البرلمانيين رؤساء الجماعات كذا واش غاديه في الاتجاه ديال ان كتفتح شي افاق باش المثقفين والسياسيين يعاودوا يسترجعوا لا بال باش يتروا اكثر ويغيروا شكرا. شكرا لك استاذ محمد شقير على هذا المجهود خاصه الكتاب لانه عملية ديك الساعة في ذاك الوقت هذا كنا كان يعني النخب كانوا عايقين بالسيد بن كيران وبلي كيجي صباط كنقولوا ها هو جا صباط ها هو غادي يحرق بن كيران وها هو مثلا هذا ديال سميتو ديال سلام بعصا العماري ها هو تا هو داخل في الخدمة هذيك يعني الناس كانوا واحد الشعور بأنه شي حاجة تغيرات في الحق السياسي ما دام أن الحق السياسي لا كيتدمر ديك الساعة علاش نقول الدمار وإنما نقص الضغط ديالو القوة ديالو لا على مستوى الأشخاص ولا على مستوى المؤسسات نظرا لعدة أسباب يعني هذا الشيء معروف يعني الصراعات اللي كانت والإبسطاط اللي ما أحسنت هو كيضايق على باقي يعني يطبق غير الأمور ديالو هو بوحدو ربما أو يستعان بالناس اللي كي هذا المهم السيد الكلام كان قوة تواصلية واللي خطير هذا الشيء انه كان كيعطيك خطاب وكيطبق المناقض ديالو بالعلالي يعني كيعرفوا مثلا ديال التحليل ديال الغاز وديال داك الشيء وكيغوت في البرلمان ويخنع بانه هو الشيء هذا لا رغم انه في قرار المسير ربما باقي كان ضد هذاك هذا هو اللي خطير في هذا النوع من الناس الان اللي كنخوفوا منه هو مؤسسة الشعبوية يعني انتقلوا من يعني مرحلة الأشخاص إلى مرحلة المؤسسات ما يقع الآن في فرنسا ماكرون شعبوي كبير محارب راسامبلومون ناسيونال اللي هما كيقولوا شعبويين واللي خطير انه ممكن الان هو غادي بواحد الطريق معين يضيق على المؤسسات وهذه من سمة ديال الشعبوية كيضيق على المؤسسة الجمهورية لأنه نظرا لأنه القوة السياسية الأولى في انتخابات مرمو هي لسه تعين الوزير الأول تعين الحكومة والآن كيلمح بأنه ما عندناش أغلبية مطلقة وممكن نديرو في الوسط واحد الأغلبية ونشكلوها وهذه ضد الأعراف الفرنسية ومعرفة سميتو إذا الطريق اللي غادي فيها الآن وحنا كان الآن نقول لنا كينطلع على فين غادي يكون غادي توصل هذا رئيس جمهوري في بلد كبير ديمقراطي كيتصرف بهذا الشكل هذا اللي هو شكل شعبه ما نساوش كذلك طون الماضي لما كان تأكد على التجربة الفرنسية الآن وهذا هو اللي تخوف منه أنه غندوزو هذه المؤسسة هذه تدخل في التقاليد وتدخل في العقليات وهنا هنا الخطورة أعتقد وشكرا شكرا على أي حال كاين واحد العظة المصاوي كنقول حديث الكشلة خاصو ليلة يعني الحديث طويل جدا هاد الندوة اللي حضرت ليها هي روحي من كانت مشكون كان فيها كانت فيها واحدة كان فيها دكتور غالي كان فيها منار سليمي كان فيها واحد العدد الدور الكلتورالية في المغرب اليوم ولا عنده 100 كاس كذا ما عندكش تخرج المعادله ديالك الا عقلت عليك بالسوس رحمه الله فاش حلفوا داك الكتاب ديال الفلسفه اللي قرينا حنا وفكر الاسلامي قال لهم غادي نخرجوا اياه
من الطباع وزيخ المنطقة عن الإنسان اللي يبتدي كيصدقها ما يبقاش عنده المنطقة. كان واحد كتاب خرج العولمة القادة على الرفاهية والديمقراطية. هذا الكتاب ثاني لحضرت فيه أن حسن أوريده وكان وقع شي كتاب خرج هذه اليمن على الشفوية. دابا قالوا لأبو جبل لما تقولوا ما تقولوا ما لا يفهم ولما قالوا أنتم لا تفهمون ما يقال. إذا علاقة الشعبوية بالأيديولوجيا. إذا هو استطاع يجمع بنادم، استطاع يخلي المخو، استطاع يديروا من حقه والغاية تبرر الوسيلة. أنا كان داخل مع الأساتذة الجامعيين دائما كنقول بسطوا المعلومة. راه ملي كتكون شي محاضرة كذا. دابا أين الشباب؟ اللي غادي يعرفوا الشعبوية اللي غادي يعرفوا المستقبل اللي غادي يمشيو لهذا الوقت. فينا هما؟ ما كاينش لي المواطن اللي هضرت معاه كاين ما كاين حتى حاجة عيانة بالكذوب باغي كذا تحل ليه مشكل ماشي هو ما باغي يقرا ما باغي يخدم باغي يتعامل الأفارقة جاو دابا خدموا حنا مستطيعين. إذن حنا خصنا إعادة الثقة راه ما بقاتش الثقة راه ولدك ما يثقش شو ما الذكاء الاصطناعي العولمة اللي جاية خصنا نتهيئو فين غاديين نعرفو شنو كنديرو ما نبقاوش معولين على الأحزاب معولين على صحاب الانتخابات معولين على كذا ثم عندنا غير القانون العرض. انا ردت معلم ودرت استاذ وما كنتش عارف عيب الله المجلس غادي نحضر فيه ديال الجماعه نتابع كندي ولادنا كنحضروا في المجالس ما عنديش الثقافه حتى نمشي للباديه ودرت الجمعيه وكذا وعاد عاد نعرف نحضر في المجلس الجماعي لا يعطى تقول لي عاود راه كاين الجلسه يقول ما ثم باش يختصروا كاع حنا راه وصلنا للدوله المنفتحه وهي الديمقراطيه التشاركيه حق تقديم العرائض والملتمسات حق الحصول على المعلومه ثم القانون المالي راه ولا كيتنشا اذا راه حنا ما كاينش الحق يؤخذ ولا يعطى خصنا تعطي العنصر البشري انا باقي كنتكون دابا عندنا عند الزهور اخر ما قالوا لي نديروا الجمعيات ديال الحي انا كنفرض لك راه بعض المرات العباكر المهم بغاو يمروا في الحي ماشي يمشيو يتباعوا في المريع جمعيات الحي اللي خصنا حنا نفرضوا المال الاخر نختصر لكم مشيت للمندوبية ديال التعليم قالت لي طالب لا ما نذكرها سيدي بنور كاع راه وصلنا للمريح قلت الله يخليك انا بغيت ندير شي يقولها رقمنا وتوعية على المخدرات ما جاوبنيش درت لي تذكير ما جاوبنيش ملي كتبت الوزارة وكتبت الأكاديمية وصلوا له كيتباع هذا غوت لي قال لي وين راه قال لي ما وصلت الإدارة ديالنا ما عادت داخلية انا ماشي كنحضرها باختصار هذه كتعرف الديمقراطيه التشاركيه الا بغيت تحيد الشعبويه راه خاصك تمول الفرقه هيدا كاين شي سؤال في الموضوع باش السؤال هو هذا راه الجهل يؤدي للمصائب خاصنا تكوين سياسي البشر العناصر ونبداو من العائله ديالنا ونبداو من المغادي هذا هو اللي غادي نختصر راه دون تعليم راه ما يمكنش اللي غادي نزيدو شكرا شكرا السي سؤال سنان الطاهرة بالشعبوية بشكل جيد. شكرا لكم ووجه التحية للأساتذة الكرام على العرض القيم لموضوع الشعبوية وسؤالي هو ما هو وجه التشابه بين الديمغوجية والشعبوية؟ والشعبوية في الإطار السياسي. أنا من دوري كممثل لدار النشر وقد قيل لنا أو يمكن أن يقال لنا أننا مارسنا نوعا من الشعبوية بإصدارنا للكتاب ولكننا نؤمن بأن نشر الكتاب يدخل في إطار ما يسمى بتصدير ظاهرة الشعبوية في المغرب التي أضاعت على البلد 10 سنوات من الخصام والجدال العقيم الذي لم نشهد له مثيل منذ المغرب المستقل استقلال المغرب. سؤالي ألا ترون أن غياب أو أفول الزعامات السياسية التقليدية وما سمح بالكيران وأمثاله بالسيطرة على الحقل السياسي وتشويه المعالم؟ شكرا. كيف يمكن تصدي الشعبوية؟ ماشي سهل باش نتصداو للشعبوية ولا ما نتصداو ليها كيخصنا ربما مدة زمنية ديال تكوين أوتار وتدخل الناس في الذهن ديالهم
ان راه الشعبويه سلبيه وهي اللي خصو يقوم بمقامها واللي خصو يكون بلاصتها. علاش؟ لان ما بقيناش كيف قال احد الاخوان راه حنا ماشي انا حنا مشينا كنناقشوا الشعبويه السياسيه. ملي كيف قال احد الاخوان ملي كيهضر على القياده خذوا الراديو ديال القياده وتصنتوا الشعبويه في ابشع صورها وكيفتاخروا الناس اللي متبنينها كيفتاخروا وكيعتبروها خلاها المصريين فهلوها وانها فياقه وانها طبعا علاش؟ لان باختصار محاربه الشعبويه عنده طريق واحد هو محاربه الفساد. حارب في الفساد راك حارب في الشعبويه، ما حارب في الفساد راك تشجع الشعبويه يعني بمطلق. هاد الشعبويه ضد القانون؟ لا ماشي ضد القانون. وحتى فرنسا هاديك شعارات رافعين هاد الهلب مصوتين شعبويه يعني كتقلب على الناخب اللي غادي يصوت ليها وكتقدر تزايد في الشعارات الى اقصى الامور. وهي عارفه بان راه حتى واحد ما غيقدر يغير هاد المساله هاديك. في الانتخابات ديالنا الانتخابات الاولى اللي خاضوا الاسلاميين انا سمعتهم في الحومه ديالنا جميع مجموعه ديال المتقاعدين وكيقولوا لهم من ضمن الاشياء اللي كنركزوا عليهم غادي نفصلوا الاولاد على البنات في المدرسه. بحال حنا المشكله عندنا هي نفصلوا الاولاد على البنات، وبحال حنا في الدين نفصلوا الاولاد على البنات. حتى واحد في هذه البلاد يكون اللي بغى يكون ما يقدر يفصل الاولاد على البنات في المدرسه لان هذا القرار ماشي ديالو ديال هذا الجيل وجاي هو تيقول للناس والناس مساكين تقول به وتصور غادي يصوتوا عليه لانه يفصل الولاد على البنت في المدرسه. هذا هو اقصى ما كيتسناهم. نفس الشيء حتى في فرنسا المزايده. اما القانون يعني ولا يعلى عليه في الغرب، ما كنهضرش علينا حنا في الغرب يعني ولا يعلى. وبالتالي لو بغيتي تجيني على المهاجرين ولا بغيتي اسمو دير انتخابات واقترح تغيير ديال القانون ويصوتوا عليه الناس. وهذوك الناس ما غاديش يتبعوا في هذه المساله هذه لان اليوم معاهم وغدا ضدهم. اذا هذه كلها غير مزايدات انتخابيه. وعرفنا في اوروبا مجموعه ديال الاحزاب رفعات شعارات ما مشات للسلطه ما مساليهاش بداك الشيء لان من هي بحوايج قروش ومن غادي يوصل للسلطه غادي يقابل يشوف كيفاش يجري على المهاجرين ولا كيفاش يجري على المسلمين ولا كيفاش يحيد الحجاب. غادي رسول الله هاتي يهتم بها ولا تم بها غتكون على حسب المصالح ديال البلاد. ولا المصالح ديال البلاد نزلات غادي يجريو عليه. هذا هو المسألة. الخوف من تأسيس الشعبوية صحيح وراه كتمأسس لأن أغلب القطاعات دابا الشعبوية فيها كتمأسس بشكل كبير. ولكن هنا علامة استفهام، واش حنا متحكمين الشعبوية اللي كاينه دابا؟ واش حنا عندنا الدور الكبير فتح المجال لها؟ اما كاين شي جهه او كاينه شي جهات اخرى اللي كتسير العالم كامل اللي عندها مصلحه وهي اللي كتشجع الشعبويه عندنا وعند غيرنا. وانا مع حضور هذا كاينين لان اللي كيخطط لينا راه ماشي حنا اللي كنخططوا له، كيخططوا لينا راه هما. وبالتالي هما خدامين بمصالحهم. فين كاينه مصالحهم؟ نعم مصالحهم مع الشعبويه. وغدا ملي ما تبقاش مصالحهم معاه هما اللي غادي يحيدوه. كيف ما هما اللي صوبوا داعش ومعاها مصالحهم، ونهار اللي ما بقاش مصالحهم مع داعش راهم حيدوا داعش. راه حتى واحد ما تصور فينا راه داعش غتحيد واحد النهار. ولكن راه السرعه باش حيدوها هي اكثر من السرعه باش صوبوها. اذا انا عندي هاد هدف ذهني اننا ماشي وحدنا اللي متحكمين. لان دابا هذوك اللي متحكمين في العالم ولاو متحكمين فينا بحوالي 70%، بقيت لنا حنا غير 30 ما غنخدموش بها. والزين واش استمرار الشعبويه؟ استمرار الشعبويه. ولكن واخا ما متفقش ما كنقدر فيه واحد المساله من وراء مشكل الكراطه والامور مشى الراجل قرا ويتعلم شويه. هو الزين اللي كيهضر دابا ماشي هو الزين اللي كان كيهضر واحد الساعه زعما باش نكونوا واضحين كنا نعطيو لكل واحد حقه. شفت كيفاش كيهضر الزين دابا ماشي هو شفت كيفاش كان كيهضر. لا طبعا مشى جلس للارض انا بالنسبه ليا ملي ينزل واحد ويخاطبك بمنطق نوعا ما واخا يكون ارسطي ما شغلش
غيكون منطق صوري ولكن كاين المنطق كتقدر تواجه معاه، ولكن واحد ما كيهرب لك الخرافه ويهرب لك العقلانيه ويهرب لك انت كتهضر معاه كيقول لك قال تعالى في سوره البقره باش انت تقول شي حاجه يقول لهم ها هو ملحد، اذا هو كتهضر انت وياه هو ناصب لك شيبك، يعني هذاك هو المشكل. اما دابا مثلا كيهضر شويه تقدر تناقش وتقدر، ولا عجبني فيه قلت لك انه مشى جلس وكون راسو وتعلم شويه الدماغوجيه والشعبويه، ربما الاستاذ الشاقي يجاوب اكثر، ولكن انا بالنسبه لي كاين اللي كيبان كيقول بانه كاين من الباحثين اللي كيقول لك راه هي هي، وكاين اللي كيقول لك ان استعمال الدماغوجيه في القديم راه كيقصد الشعبويه. في جميع الحالات نقدر نقول الشعبويه دماغوجيه، ولكن واش أظن أن التصدي في هذا الشعب وطني بالأساس أولا في إجراءات أو في إجراءات ربما قانونية، أما السؤال هو للحد أولا من تداعيات هذه الشعبوية لابد من وضع حد بعض التصرفات والسلوكات، مثلا عندما يقوم شخصية شعبوية أو زعيم شعبوي بإطلاق ملعوت مثلا آخر اجتماع اللجنة الوطنية للحزب المسلمية، قام بالكيلان بنعت عبد الطيف وهبي في السكاي، هذه الكلمة التي تصدر عن شخصية سياسية كأمين عام للحزب غير مقبولة، من الضروري أن يقوم مثلا عبد الطيف وهبي كوزير العلم مثلا باتخاذ إجراءات في هذا الإطار، لأنها تدخل في إطار الشيء في إطار الشتم، كيف يعقل مثلا لأشخاص عاديين عندما يقومون بسب بعض من البعض يتابعون قضائيا ولا يتابعون سياسيا، خمسين سنة غير معقولة هذا، وبالتالي فأول إجراء لا بد من اتخاذ عقوبات ضد كل سياسي قام بسب خصمه أو لديه السياسي، إذن هذه مسألة أولى إجرائية يمكن اتخاذها في وقت قصير جدا. المسألة الثانية هو أن التصدي للشعبوية ينبغي أولا وضع إطار مفاهيم له، يعني لا بد من تصحيح معنى الشعبوية، أظن الشعبوية ليست خطيرة في خطابها، لماذا؟ وهنا سأحاول التمييز ما بين الديماغوجية والشعبوية، الشعبوية تدخل دائما ضد المأسسة، هي ليست ضد النظام، بخلاف مثلا الفوضوية أو الديماغوجية، فهذه الديماغوجية الفوضوية ضد النظام وضد أسس النظام. وبالتالي هذا هو ما يفسر كيف تتعامل السلطه مع هذا النوع من الشعبيه، لان ليس ضد اسسها، ممكن ان تقوم بتركها وبغض الطرف عنها لانها لا تشكل خطرا عليها من الناحيه العقليه، هي ضمن المؤسسه السياسيه، اذا اي شعبوي فهو داخل المؤسسه ليس خارج المؤسسه، وبالتالي لا خطر منه على الاقل على المستوى العام، بل اكثر من هذا ممكن ان يوظف للتنشيط السياسي. وانا وهنا ارجع الى دور انكيران في الفتره اللاحقه في السابق في الفتره الحاليه، هو الان ينشط الساحه السياسيه، لماذا؟ لان الساحه السياسيه فارغه من كل زخم سياسي، وبالتالي ربما عندما أبعد من كيان بمعاش سياسي، لأن دلالة المعاش السياسي هو
الرسالة أن يجب على الكيران أن يتقاعد، ولكن هو كشخصية ربما اعتبرت أن أوان التقاعد لم يحن، لأن كما هو معروف الكيران ما زال صغيرا، ما زال غير متقدم في السن، واعتبر بأن إبعاده سياسيا بالنسبة إليه هي مسألة غير 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 صحيحة أو غير معقولة، خصوصا وهو يعتبر بأنه قد أسدى خدمات جلة للنظام، وبالتالي هو ربما هذا الإحباط، هذا الشعور بأنه ما زال في إمكانه اللعب في الساحة السياسية هو الذي جعل الكيران رغم كل التفافات حوله ورغم كل الحصار الذي أورد عليه ما زال يخرج في إطار خرجات إعلامية. وهنا نركز على العامل الذي يساعد في الإفعاد الشعبي، وسائل التواصل الاجتماعي سنلعب دورا أساسيا في تخفيف النظام الشعبوي وفي إعطاء هذا الشعبوي المجال لكي يصون ويجود. هذا العامل خصوصا عند وسائل التواصل الاجتماعي هي الآن معروفة، هي مجال لكل التفاهات لكل العنصريات، وبالتالي ربما الكيران وجد في هذه الوسائل أسلوبا أو أداة للحفاظ على بقاء السياسة. أما من ناحية السلطة فهي تقاطع حسابه، ولكن هو لم يريد أن يبقى متقاعدا أو أن يحال على التقاعد بالشكل الذي رأى أنه قد طلب فيه، وبالتالي استعمل وسائل التواصل الاجتماعي لكي يحافظ على بقاء السياسي، بل أكثر من هذا لكي يرجع إلى سلطة أو إلى الأمانة العامة للحزب ويشكل هو الرئيس الفعلي لما تبقى من حزب على نفسه، لأن مجموعة من أعضائه كل أعضاء الحزب وانسحبت وجمدت نشاطها، وبالتالي الكيران أقول بأنه ما زال يستخدم هذه المسائل للحفاظ على بقائه السياسي. مسألة إدارة التصرف للشعبوية، أن كان الشعبوية ما زال متواصلا ومستمرا، ليس فقط لطبيعة السلطة، إنما لطبيعة المنظومة الثقافية والسياسية في المغرب. على ماذا تقوم هذه المنظومة؟ تقوم بالأساس لأننا شعب ينتمي إلى منظومة متوسطية، والمنظومة المتوسطية تعطي الاحترام وتمنح الاحترام لمن يتكلم كثيرا للترتار. نحن من المجتمع الترتار في العالم، وبالتالي كل من يحسن الكلام ويحسن ابتداء الحديث الأخير يعتبر لذيذا ويمكن ان يحافظ على زحامته الاخيره. اظن ان هذا عامل اساسي في استمرار هذه الفتره. العامل الثاني هو الشخصان. في السياسه ما زالت كل التنظيمات ما زالت السياسه شخصان، حتى الاحزاب عندما تتحدث عن الاحزاب تتحدث عن الاحزاب من خلال قياداتها، حزب كيران، حزب كذا، حزب كذا. إذا حتى تمثل السياسة في المغرب لا يتمثل كمؤسسة، إنما يتمثل كشخص أو كشخصية، وبالتالي عندما تختزل العملية السياسية في أشخاص، إذا هذا يساعد على استمرار هذه الظاهرة الشعبية. المسألة الثالثة أظن هو أن المنظومة السياسية عندما تقوم على الدين، نحن شعب متدين، وكل مظاهر التي نتحرك فيها الدين، وبالتالي هؤلاء الشعبويين
وافق الاستاذ البخاري على استخدام الشبابي للقاموس استخدامه للصور للاحاديث الى اخره، لان المنظومه تساعد على ذلك. عندما يقوم شعبوي شخصيه شعبويه باستخدام عبارات دينيه، هو متيقن بان العديد من العامه كما يقال سيتابعون الحقابه وسيفهمون الحقابه. اذا حتى مساله قيام المنظومه على اسس دينيه ايضا يساعد على هذه الطائره واستمرار هذه الطائره. اذا بشكل عام اظن ان التصدي للطائره الشعبويه اظن هو مساله تبقى في حدود ممكن، ولكن لن تختفي تماما، لان الشعبويه مرتبطه بالسياسه، والسياسه مرتبطه بإيصال خطابات معينة، إيصال خطابات معينة مرتبطة بشخصيات تحسن إيصال هذه الخطابات، وبالتالي هذه العملية المتصلة هي التي تضع أو تسمح باستمرار هذه الظاهرة، ليس فقط في دول العالم المنافعة للولايات المتحدة إلى آخره، بل أيضا في المغرب. نظر بأن هناك عامل آخر يساعد على استمرار هذه الأزمة الاقتصادية العالمية. لا تنسوا بأن الشعبوية ارتبطت منذ البداية بأزمات. أزمة 1923 أدت إلى شعبوية هتلر وشعبوية موسوليني إلى آخره. ونفس الأمر نعيشه حاليا، لأن هذه الأزمات خصوصا عندما ارتبطت أزمة الملاحة، ارتبطت الجفاف، هذه كلها مظاهر تكرس هذه الشعبوية، لأنها ستسمح دائما وستفسح المجال دائما لشخصيات معينة من قيمة لا بالإيران أو غيره لكي يعتبر نفسه هو الممكن، يعتبر نفسه يستعمل خطاب الممكن المخلص إلى آخره. وبالتالي أظن بأن الشعبوية ما زال أمامها فترات طويلة. المهم للتصدي أو لاحتوائها، أقول للتصدي، لابد من العمل على فهم ميكانيزماتها، على العمل على تحليلها بشكل موضوعي علمي، متابعتها وملاحقتها من كل المظاهر التي تعرفها أو تتشك بها، لكي على الأقل يكون للمرء هذه النظرة الموضوعية والنظرة الواقعية للشعبوية. وشكرا. أنا ارتقيت نبدا الكلام ديالي بواحد الحكمة عربية كتقول: إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. فأي ظاهرة كيف ما بغات تكون ما يمكنش نحاربوها إلا بعد تحقيق واحد الوعي ديالها وتعرفوا على الميكانيزمات ديالها والأهداف ديالها. وأمام غياب هذا الإدراك أو فهم الشعبوية، تنتكلم عن العامة، لأن شكون اللي اليوم كيمشي لصناديق الاقتراع هو العامة، وكنعني بالعامة راكم عرفتوا يعني في الأحياء الشعبية، الحمام، الأسواق، هذوك الناس هما اللي اليوم كيمشيو كيصوتوا بكثافة. وهاد الفئة بالضبط هي اللي كتفعل فيها الشعبوية مرات، يعني بواحد الشكل كبير وكبير جدا. أنا من رأيي ديالي إلا بغينا نبداو يعني بالمحاربة ديال هاد الظاهرة اللي هي خطيرة وخطيرة جدا، خاصة على المجتمع المغربي. المجتمع المغربي إضافة إلى الشعبوية راه غير شائعة كدير فيه مرات، شائعة وحدة، ويمكن كتمشي بواحد السرعة خطيرة جدا. فانا كنبان لي بان الخطاب خصنا اولا ماشي لهاد الفئه، هذه راه هي اللي تيصح عليها هذاك الشق الاول من الحكمه، راه كتعرف وهذه مصيبه. لا، الفئه الثانيه اللي ما كتعرفش، وهذيك اللي هي المصيبه ديالها اعظم من المصيبه ديال الفئه اللي كتعرف. فانا كيبان لي بان
الشعبويه خصها اولا تحارب من عند هاد الناس هادو. وراه كنشوفوها في نهايه كل مرحله انتخابيه كيكون واحد شويه ديال الوعي. كنبداو كنسمعوا يعني ديك الاموال اللي كانت صفات راه ما دارت لينا والو، داك الكلام راه ما كان منه حتى شي حاجه. راه في هاد الفتره هذه فاش خصها تحارب عند هاد الفئات خاصه. هذا مجرد راي وشكرا. شكرا. Bien, je serai très précis. Deux questions. La première, le professeur Chapir a posé que son ouvrage a caractère scientifique. Donc la question qui se pose, est-ce que ou quelles sont les précautions que vous avez pu prendre pour contextualiser le terme, le concept de populisme. Parce que quand même, le contexte européen, ce n'est pas le contexte marocain. Ce qui a finalement abouti, je pense, à un certain mélanger les défauts du système politique avec le concept de populisme. Parce que généralement, en fait, Le Pen, ou le parti de Le Pen, est taxé de populiste par des adversaires dans un jeu dans un système politique déverrouillé, démocratique, etc. Ce sont des adversaires entre eux qui ont, dans la lutte politique, ben, une partie ou un parti taxe l'ordre de populiste. Ce n'est pas, je pense, le cas du Maroc. Donc il y a quand même des problèmes épistémologiques, scientifiques, pour distinguer quand même les contextes. C'est très, très important. Deuxième question, porte sur, quand même toujours sur le concept de populisme, eh ben, je pense qu'on ne peut pas comprendre ce concept sans faire appel à un autre concept qui est le charisme, le leader charismatique. Donc le charisme, généralement, il est défini par Max Weber, vous connaissez, c'est un don, c'est une qualité extraordinaire dont dispose un leader justement pour entraîner, guider la foule. C'est déjà, il y a à la base la croyance, qu'il soit religieux ou la croyance, les traditions, etc. Donc, est-ce qu'au Maroc, justement, il y a des leaders capables d'être qualifiés de leaders charismatiques, pour parler enfin de populistes? Merci. Je suis quand même sûr que l'homme est rare dans le livre sur une jumeaux de la mawadi' al-hassasa. C'est-à-dire, nous sommes dans le livre, دغيا نقولوا هنا 50 نخبه صباح اليوم كبير عليهم انما كتبقوش الهضره ديالهم. لذلك انا كنوع بالكتاب ديال السي شقير اللي طرح اسئله وحاول يجاوب على هذه الاسئله. ونحن الان في المغرب الحاجه الى طرح الاسئله وجاوبوا على هذه الاسئله. وهذا هو اللي رجعوا لي واحد المجموعه ديال المتدخلين قبل مني اللي كيذكروا واحد المجموعه ديال الاسماء اللي كرجعوا لواحد الفتره معينه بالسوس الجابري. يعني كاين مفكرين اللي كيجاوبونا على إشكاليات مطروحة بقوة في المجتمع. الآن هذه المسألة ما كايناش. وحتى إذا كانت كتابات يتم التضييق عليها، يعني ما كنخليوهاش توصل للقاعدة العريضة، كنحاولوا نعتوا عليها واحد شوية. وهذا هو اللي خطير، وهذا هو اللي خصنا ننتبهوا ليه. أنا في الحقيقة بان لي بزاف ديال الأشياء وما يمكنش أنا نناقش الكتاب ديال الأستاذ وأنا ما قاريش، ولكن على ضوء النقاش سأناقش. الشعبويه ملي كنرجعوا للظهور ديالها ماشي غير في القرن 18 19 20، يعني راه كاين الثوره الفرنسيه. اكيد ان الاستاذ في المرجعيه توقف على هذه الاشياء. الثوره الفرنسيه راه مرجع اساسي للشعبويه ملي كنرجعوا للجاكوبيا اللي راه قبيله ورجعوا للجنوبيين ورجعوا للجبليين، راه كتما كلها شعبويه تما التاسيس ديالها. من بعد كنجيو للمرحله ديال هتلر، القمه ديال الشعبويه. هذا شيء الغرب شعبوي شيء، ملي كندخلوا للمغرب شيء اخر ويختلف تماما. حتى المرجعيات اللي كاينه في اوروبا لا يستمد منها زعماء الشعبويه هذه الاشياء، ما عندهمش مرجعيه هما ديال اوروبا نهائيا. وهذا هو اللي تلاحظ من خلال النقاش، ركزنا على ثلاثه العناصر هما اللي ركز عليهم الاستاذ شقير، والمصير ديالو تعرفوا. وخصوصا بالكيران. راه الاساتذه استاذ شقير استاذ معروف ركز على المساله بزاف. راه دائما في المخزن كاين صراع الاجنحه، وكاين واحد الجناح دائما محافظ
وما يمكنش نقصيو في الحكم، ما يمكنش. هذاك الجناح المحافظ دائما كيحرك. حنا كما قال الاستاذ ماشي دينيين ولكن محافظين. حنا الناس عندنا الاغلبيه محافظين. لذلك ملي كيتكلم بالكيران راه كيتكلم ويوظف ويستعمل ويجاء به باسم واحد الجناح معين. واللي غريب انا بالنسبه لي هو ان هذا المد لو بغينا نسميوه الشعباوي، راه كتلاحظوا هاد السنين الاخيره راه تراجع بزاف، راه ما بقاش واحد الزعماء الشعباويين الان عندهم تاثير. واش كتظنوا كاين شي واحد كيسمع الان بما في ذلك المحافظين واش كيسمعوا بن كيران؟ كتدخلوا حتى للعالم الافتراضي وكتلاحظوا الكل كيدوي على بن كيران وكيجبد 7 ديال المليون، عندوش تاثير الان. الخوف ماشي من الزعماء الشعباويين، الخوف من استعمال الشعبويه مستقبلا، وهذا هو اللي شاريه الاستاذ شقيق كمؤسسه، ترجع لك ترجع كمؤسسه لها تاثير في المجتمع، هذا هو اللي كنتخوفوا منه. والتاثير ديال الشعبويه في المجتمع، هذا هو اللي خطير واللي خصنا نبداو نتغلو، وهذه مساله ماشي بيدنا حنا، لانه باش نواجهوا الشعبويه ما يمكنش نواجهوها كأطفال. ما يمكنش تواجه نواجهها كمؤسسة. وهنا الأغلبية راه شاروا لهذ المسألة، كاين تراجع كبير بزاف ديال الأحزاب. راه الفترة ديال الثمانينات والتسعينات راه كان التوازن ديال الرجال امتداد ديال الحركة الوطنية مع المخزن، الآن ما كاينش هادشي. النقابات تراجعت بواحد الشيء كبير، وخير دليل على ذلك غتلاحظوا بأنه في الاحتجاجات الأخيرة ديال رجال التعليم، رجال التعليم كلهم خرجوا. فين هما النقابات؟ بقاو عندهم غير المكاتب النقابيه والمسؤولين النقابيين، ما عندهم حتى شي تاثير. نفس الشيء حصل في الحركه ديال 20 فبراير. يعني في المغرب المساله هذه الظاهره الشعبويه هي متحكم فيها من جهات داخليه وخارجيه بطبيعه الحال، هي اللي كتخلي لو دوغري ديالها يطلع ويهرب. شكرا سبحانه وتعالى. السلام عليكم المداخلات. يعني الاستفاده اللي استفدت منها بشكل كبير ان الشعبويه هي المعطى المهم يفرزه كل مجتمع حسب سياقه التاريخ وحسب تقييسه التاريخي. اذا الحديث عن محاربه ظاهره هي معطى بنيوي صعب الحديث عن هكذا مصطلح المحاربه، وانما كيفيه التعامل مع هذا المعطى البنيوي. انا عندي 3 اسئله مركزه الى الاساتذه الافاضل وقابله للتفاعل من طرف الجمهور. ألا يمكن الحديث عن إنجاز دفاتر تربوية مطويات تحسيسية تعالج أو تقرب هذا المصطلح على المستوى المفاهيمي، أي مصطلح الشعبوية، لصالح التلاميذ والطلبة داخل المدرسة العمومية والجامعات المغربية، من أجل تعزيز الوعي بهذا المصطلح وبخصوصياته المفاهيمية؟ وفي هذا الإطار ألا يمكن اعتبار ألا يمكن النفاذ من الرقميات الجديدة التي هي تعتبر الآن سلطة تفرض نفسها شيماء أمينة من أجل صناعة محتويات رقمية ببعد تحسيسي تقرب هذا المفهوم ديال الشعبوية؟ وفي الإطار ألا يمكن استحضار تجارب التواصل التاريخية بين قوسين لا أقول الزعماء وإنما للأسماء التاريخية التي كانت تؤكد الحقل المشهد السياسي بالأساس في المغرب؟ هل يمكن استثمار في التجارب التواصلية؟ الآن الأرشيف كيعطينا عدة، خصوصا كان كمثال الراحل عبد الرحيم بوبيل، هل يمكن استثمار هذه الأرشيفات والخروج بمادة وإجراء مقارنات وتقديمها أو إخراجها على شكل بحوث من خلالها يمكن رصد خصائص التواصل الذي كانت معمول به في السابق المؤسسات الراسين بشيء إلى القول وبين ما خصائص التواصل في الشعبوية؟ وشكرا. أنا متقف مع المراحل، أما اللي كيوقف راه هو اللي في السلطة، والسلطات راهم درجات، كاين اللي الفوق كاين اللي الوسط كاين اللي أقل مؤسسة اللي تكون مهنية بالتوقيت والعمل عليها هو المؤسسة اللي في الجديد. أما حنا راه علاش؟ كاين شي مثل روسي كيقول لك من يملك الحديد يملك الخبز، من يملك الحديد يملك الخبز. لكن شي قوي
وصل خبز دولة من الشعب يعني بالنسبة لنا ربما راه مقدرون الحساب تحت المقترحات واش نقصوا يبدأ من هنا أول تطبيق. لذلك مثلا إذا كان هما عندهم الرغبة باش يوقفوها فسهلة يعني لو بغيت توقف واحد ظاهرة معينة سد حالي من الأسباب التي أدت إلى ظهورها وقفها يعني كتمشي لها الجدر ديالها باش تجدد ما تمشيش لها الأشخاص ولا غتمشي الأسباب وتحيد الأسباب لا أدت ظهورها حيد العشرة في الانتخابات حيد الديمقراطية الشكلية حيد واحد مجموعة ديال الأشياء أنا ذاك الشباب غتمشي ما بقاش صراحة التحول ولكن هذا هو الهدف كتبقى الامور ويبدانا في العالم الثالث كامل الحكم يسند لمن يتحكم اكثر في الشارع والشعبويه باقيه متحكمه في الشارع باقيه متحكمه في الشارع ومستقبلا انا تيبان لي الانتخابات الجايه ديال شكون اللي عنده بزاف ديال المنخرطين في المجتمع والان بالاحصائيات اللي عنده بزاف ديال المنخرطين في المجتمع هو العدل والاحسان إلا حدا العدل والإحسان بالترخيص ديال الحزب الشرعي راه هو اللي جاي في الانتخابات، راه 4 مليون ديال الناس اللي عندهم، تصوروا الأحزاب الأخرى شحال عندها، أنا محسوبة، هذا هو والتنازلات اللي قدم راه أكيد كاين نقاشات مع المعنيين يتراجع شوية وهم يخليو يتراجع شوية، أنا من دابا كنتصور شكون اللي جاي في هذا هو المسألة لأن الحق هو هذا عندنا الحق هو هذا مبني بهذا الشكل هذا وما عرف ربما باقي حتى شوية ديال الوعي وربما حتى الأمور ديال الغرب دعقتنا بزاف يعني حاجة تبع حاجة من قبل كانت حاجة جديدة ما كتجيك على شحال الضغط ما كيجيك على شحال دابا أنت باقي ما خرجتيش من الضغط ياك ضغط وحدة راه هذا هو المسألة ربما حتى طريقة تفكيرنا خصها تبدل ما حنا باقي كنفكروا بالطريقه اللي كنا كنعيشوا فيها ازمه في 10 سنين دابا انا يوميا كتعيش الازمات النفسيه بهذا الشيء اللي واقع ها انتم كتشوفوا الموقف المشدود امام ما يجري في فلسطين كلنا ما في فلسطين وكلنا فاهمين باننا ما قادين نديروا والو وها الوعي الشرقي شوف كيف دير ليه مع جاتك ومع يوقف على ذلك مع الشباب ديال الامور لا ربما خلينا نبدا التفكير. لأن رغم أن هذه الظاهرة ظاهرة شعبية تمتد وتتراجع لأن شعبوية الكيان وشعبوية حزب العدالة الوطنية بنيت بنفس انتقادية كبيرة المسألة ربما تعكس إلى حد ما نوع من المناعة داخل الجسم السياسي للمغرب فرغم ما يوقع في المغاربة أكيد أنه هم أناس عمليون يرون بالملموس ويقارنون وأظن أن هذا كان من غير الأسباب التي أدت في المطاف إلى تراجع حزب العدالة الوطنية حتى وصل الآن إلى 20,000 كما صرح بها الكيان لم أخذوا من الأعداد التي كانت في الحزب قبل حركة 20 فبراير والتراجع الكبير الذي يميز إذن أظن داخل الجسم السياسي المغربي له بعض المناعات التي قد تجعله لا ينخرط ولا يخضع لهذه الشعبية خاصة أن هذا التخوف الذي يمكن أن يكون في دول أخرى كتونس مثلا هناك شعبوية قيس سعيد التي وصلت إلى أعلى سلطة في المغرب لا يوجد أعلى سلطة لا يمكن أن تمسها الشعبوية في شكل الملك الراحل حسن الثاني كان في وقت ما ينعت كل شعبوي بمعنى بالديناموش كان دائما ينعت بعض الزعماء
السياسيين عندما يتجاوزوا حدود التعاون مع السلطة ينعتوا بالشكوى ينعتوا بالديماغوجيا، وبالتالي نقول الحصانة الأساسية بالنسبة للمغرب هو أن المؤسسة التي تتحكم بسلطة القرار لا يمكن أن تمثل بالشكوى، لا يمكن أن يكون شعبوي بأي شكل من الأشكال، وحتى الوقيف لا يمكن. يمكن أن توظف الشعبوي حسب فترات معينة، إما للتنشيط، إما لمواجهة البعض، إما لفرق تسول إلى آخره، ولكن لا يمكن أن تؤثر على القرارات الاستراتيجية. وهذا أظن مكسب أساسي بالنسبة لك. في محاولة الحد من الشعبوية ومواجهة الشعبوية، لا يكفي كما قلت الوعي. الوعي بالظاهرة لا يشكل تصرفا وسلوكا سياسيا. السلوك السياسي هو طبيعة الخيارات لدى الحزاب، طريقة اللقاءات والمنتديات السياسية، طريقة اللقاءات وثلاث اللقاءات بشكل موسع، هذه التي يمكن أن تحد أن تحد وأن تحتوي هذه الدائرة. ولكن كما قلت المكونات المجتمع السياسي ما دام أنها مؤسسة على التاريخ التي تكلمت عنه، فهذه الدائرة استمرت بعد الملك راعي حسن الثاني وواصلت تواجدها بعد الملك الثالث، ويمكن أن تتواصل فيما بعد ما دام أن كل الأسباب والتربة التي تسهل تواجدها تكون متواجدة في الساحة السياسية، إلا والشعبوية تجد لها كما قلت التربة في الإصبع لكي تتفاعل لكي تتضخم، ولكن يمكن أن تتراجع. إذن مسألة الشعبوية أقول في مارك هناك فيها شد وجد، ولكن التخوف الكبير من الشعبوية ليس على قرارات استراتيجية ولا على بناء السلطة، إنما في مثلا تدعيم البناء الديمقراطي في المغرب. يعني الشعبوية تؤثر بشكل كبير على البناء الديمقراطي، ونحن كدولة فتية وكما يقال تبحث عن تمتين بنائها الديمقراطي، فلك حال هؤلاء الشعبويين أكيد أنهم سيؤثرون على العملية الانتخابية، سيؤثرون على وعي وسلوك بعض الشرائح خصوصا الشرائح هشة وغيرها، وبالتالي هذا هو ربما تخوف أكثر من هذا، ربما تخوف أيضا عندما تشكل الشعبوية سلوكا سياسيا مؤخرا انسحاب معارضة من البرلمان، هذا سلوك شعبوي. كيف يعقل فقط لأن وزير لم يحضر أن تقوم معارضة بكل مكوناتها بانسحابه؟ هذه مسألة غير ديمقراطية وغير سياسية أخيرا. إذن هذا السلوك بل أكثر من هذا، عندما يقوم مثلا الشكر برفع إصحاب الحكومة وأنت لا تتوفى على الشروط السياسية، هذه شعبوية. عندما يقوم مثلا أمين عام لحزب تقدم اشتراكية بإرسال رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، وحزبه قام بمناقشة حصيلة نصف الولاية للحكومة الشعبوية. إذا عندما يقوم مثلا بوينو بدعوة إذا انتخابات مبكرة أو صادقة لأفهم الشعبوية، إذن هذا السلوك هو خطير. عندما ينتشر مدن السياسة هذا هو الذي يمكن أن يتم ضرورة تداركه مع ضرورة سواده، لأنه يؤثر بالأساس على البناء الديمقراطي، على البناء البرلماني في المغرب. شكرا. الديمقراطية الشعوب تتعلم من تجاربها. التجربة الديمقراطية في المغرب يبدو لي بأنها تجربة لا زالت يعني لم تشكل
ترك ملحق قديم كبيرا يمكن بطبيعه الحال ان يجعلنا نتوفر على معرفه على الاقل يعني معرفه سياسيه التي تجعل المواطنين على بينه من امرين. الامر الثاني وهو ان كل التجارب في العالم التي عرفت التجربه الشعبويه تخلت عنها في مرحله من المراحل وتاكد للمجتمعات انها كارثيه. كل يعني مختلف التجارب التي مرت من تجارب شعبويه كانت تجارب كارثيه. الامر الثالث وهو انه في المغرب بالرغم من اننا نتحدث عن يعني الان عن الشعبويه ولكن في التاريخ السياسي المغربي رغم حدثته هناك زعماء يحتفظ لهم التاريخ والسياسيون يحتفظ لهم التاريخ بسلوكات غير شعبويه وعندما انهوا مثلا مسيرتهم السياسيه عادوا الى وظائفهم الاساسيه دون رشد طبيعي دون ملحوظ بحاجه لا الى دخل ولا الى شيء اخر. وهذه ايضا تجارب موجوده في المغرب معروفه دون ما ان نذكر او الاسماء. الامر الاخر الذي يبدو لي ايضا مهما نحن نعيش في تجربه اساسيه سياسيه مع الاسره 2011 ويبدو ان الكثير من القوى السياسيه في المغرب لا زالت تتملك هذا النص الدستوري وكيفيه الاشتغال فيه ويبدو بان لا زالت تشتغل في الدساتير القديمه. مره اخرى اريد ان اشكر الساده الاساتذه الافاضل الاستاذ عمر التفاني والاستاذ سمعان الشاقر الذي يتحفنا دائما ويتقاسم معنا تفكيرا عميقا سياسيا يجمع بين العمق وتقريب المواطنين من المفاهيم بصفه عامه. واريد ان اشكر ايضا كما قلت الاستاذ الجليل سمعان التفاني الذي طرح كل مداخلاته واينما وجد يكون تواجده قيمه مضافه علميه وفكريه نحن نحتاج اليها. واريد ان اشكر بطبيعه الحال مؤسسة مركز محمد حسن الوزاني التي توفر لنا هذا الإطار الفكري الذي نتناقش فيه أفكار عميقة ونسعى إلى أن تكون المعرفة محاضرة بمختلف مناحيها. وهذا بطبيعة الحال لا يمنع من أن أشكر جميع الحاضرات والحاضرين الذين أغنوا بأسئلتهم وبحضورهم هذه الأمسية ومرة أخرى أشكركم كلنا وأشكركم جزيل الشكر وإلى اللقاء القريب.